ثم قال ماذا؟ هذا الكراغل والله لا علامة. جيب تشوفوا اليوم بعض الفيديوهات هذه الموتو بالضحك. واحد الفقيه ديالهم، واحد الشيخ ديالهم اعترف قال لك فتحوا 8000 بيت دعارة وما كيسبونا، كيقولوا لنا الخليج كدا، السعودية، الخليج، الإمارات. اجي نشوفوا اش عندكم انتم. حنا ما كنبغيوش نسبوا لواحد، وما عمرنا ما سبينا لواحد، ولكن كنجبدوا الحقائق اللي قلتوها بلسانكم. كنجيب لكم على جزائري قال هضر، فهمتي؟ ما كنجيب لكمش حنا شي هضره في السماء، ما كايناش. حنا جزائري قال، سمعوا الجزائري ديالكم على بركه الله. لما تفتحوا 8000 بيت دعاه غير في العاصمه، غير في العاصمه 8000 غير في العاصمه، ماشي في الجزائر كامله. لما تفتحوا 8000 بيت دعاء غير في العاصمة، غير في العاصمة. جميل، شكرا، جميل جدا. 8000 بيت دعاء. واستمعوني وش راني نقول لكم. الآن راني نصيب أطفال في المزابل، عينوا هكذاك عيون تاع الصينيين وأجناس أخرى، عينوا هكذاك عيون. راه عندكم مريم العذراء كضنا على المريم تاع الصينيين و أجناس أخرى. حقيقة هذا الشعار عنده أبعاد فيزيونومية وسيكولوجية وتجارية محضة. كيف ما ينتشرش السيدة؟ كيف ما تنتشرش الأمراض الخبيثة؟ للأسف للأسف للأسف، من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة، من بيته من زجاج كيحترم جيرانه. دوزوا الفيديو التالي. عاود هذا، عاود صيفطو ليا الخفاش فاش طلع للفوق، طلع للفوق وكيصيفطو ليه العصيات. ما عاد كيقرا هذا، ما بغى زعما يكون في القمه والناس القمه. علاش كان طلع القذافي فاش قال لهم بيت بيت ظهر دار؟ راه هي علاش طلع هذا؟ شفت هذوك الحيوط اللي من موراه بحاله. المهم طلع هكا، والاسئله قالوا لي القضيه الفلسطينيه، قال لي اه انتم اسمعوا القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. أولا ثانيا التمييزية، لماذا حتى الآن لم يتم الجواب على الآلية؟ لا شوف، كنت تبعي مع سي العمامرة يعطيك الديتاي تاع الآلية. أقسم بالله، قسما بالله، هاد السيدة دايلة غير حاطينو في الواجهة، قسما بالله ما عارف اش وقع، والله ما عارف اش وقع. نعطيكم الدليل. الدليل الاول، فاش كانوا في القمة العربية غير كيسيروا، والكلمة ما عارفش بالله هو اللي غادي يعطي الكلمة، هذا رئيس ديال دولة. تجاو قالوا ليه، قال لهم الكلمة لك، قالوا ليه لا راه انت اللي غادي تعطي الكلمة، يعني موسي يعني كيسيروا. الجوجة قالوا لي فلسطين، قال لهم غادي نتبعها انا شخصيا. شكون هو انت؟ سولته على سؤال اخر، قال لها شوفي العمامره يعطيك التفاصيل، ماشي مثلا العمامره عندها شكين التفاصيل، وانت ما عارفش اش داك الشيء كاع، ما عارفش كيفاش غادي يجاوب. يعني داك السؤال الاول قال لهم قضيه متبعايا انا، تجاوز السؤال الاول دازت سلامات. السؤال الثاني ما قراوهش اش غادي يقول عليه، يعني ما يكونش ما تكونش عنده الجراه، ولا ما يزيدش من عنده شي حاجه خص يقولوا ليه شي حصل. قال لي العمامره، اذا العمامره هو الكيسي هو الكبرانات، الكبرانات العمامره، العمامره كيقول لك مباشره اش دير اش ما ديرش. قسما بالله السيده، انا نقول لكم ما كيسير ما عارفش اش واقع، هذا غير كراكيس حاطينو الكبرانات كيسيروه بالخيوط. قول هادي ما تقولش هادي، دير هادي، استقبل هذا، قول هذا، سلام. انتما شوف ركزوا، ها السؤال الاول جواب، بعدا جاب كلك القضيه الفلسطينيه متبع انا شخصيا. شكون هو انت؟ اسمع اسمع، القضية الفلسطينية متبعها أنا شخصيا. أولا ثانيا التمييزية، لماذا حتى الآن حصل لما شوفي العمامرة يعطيك التفاصيل؟ لا شوف، كنت تبعي مع سي العمامرة يعطيك الديتاي تاع الآلية. واش كدير انت الى العمامرة بدا يعطي لي ديتاي؟ الى العمامرة يعطي لي ديتاي، ما محلكم من الاعراب؟ شكون هو انت؟ غير واقف غير جالس، يبدا تحضر تقول لهم تحيا الجزائر، هادشي اللي حافظ.
عيطوا لي الصحافه صدت شحال نقول لهم تحيه الجزائر. شو الرئيسه شو نزلنا الفيديو الثالث. استاذي الكريم لو كنت مواطن هنا هنا ممثل ديال البوليخاريو مع صحفي قال ليه نسمعوا اش قال ليه. استاذي الكريم لو كنت مواطنا صحراويا حقا تناضل داخل التراب لا تناضل فوق اراضي جزائريه. استاذي الكريم وتعرف موقفي من هذا. الكريم نعم تواجد الشعب الصحراوي او جزء من الشعب الصحراوي في تيندوف لانه موجود جزء ايضا كبير هام في المناطق المحرره الواقعه تحت سياده الجمهوريه الصحراويه وجبهه البوليزاريو. لا اعرف هذه المناطق. لا تعرفها التفاريتي وبيرلحم وميريز والميجيك. دا زياد واحد من قبل كيقول لي اش من مالاتك كي جبت شي سميتين من عنده الدريجي قرديجي بطاق صداق الراق. اودي هادو صيت لهم الراس. بالنسبه لك خاليه ولكنك يعني ربما حسب الاقمار الاصطناعيه هي خاليه ممنوعه منعا كليا لا على المغرب ولا على البوليزاريو ان تعمرها. لم تكلف نفسك عناء يعني البحث في معرفه ماذا يوجد بحث ومن يتواجد في هذه المنطقه ولا وعلى ماشي. كل وعلى اطرح عليك سؤال واحد سامحني في ثلاثه ثواني. لماذا لم تنقلوا القيادة والمؤسسات والشعب من تندوف إلى المناطق المحررة إذا كانت محررة؟ فلماذا أنتم لازلتم لاجئين في مخيمات الغبار والعار؟ قال لي عندنا مناطق اللي سيطرنا. قال لي إلا سيطرتوا عليها هز الناس من ليش خليتهم في ذوك الخيام وكذا. وأولا بعدا أولا أنت دابا اللي كتمثل مثلا واحد العصابة وديك العصابة جالسة في الخيام الريح والغبرة كاين لا ايرادات لا كذا. شكون اللي وصلك لهنا باش غادي اش من طائره ركبتي واش من وطيل شديتي ودك اللباس في يعني راه الجزائر هي اللي كدير هادشي كامل ومن بعد كتقول لي خاوه ديال شوف اش نوضت لك الجزائر كي اللي يقول لك ولا هذيك السياسه وكذا الشريف هادشي راه غادي لحوايج اخرين راه خدام اللي غادي تسلحوا من الجزائر راه باش يضربوا الدار ديالك انت اللي غادي يقصفو اللي غادي تسلحو من الجزائر. سير قول لي خاوه ملي غادي تسلحو من الجزائر غيدخلو بدا يقتلو في المغاربه اللي بغاو. سير قول لي خاوه واش فهمتو المغزى من هادشي؟ واحد كيسلح واحد باش يقتلك وانت كتصفق لي كتقول لي خاوه راه دل هذاك ماشي. ندوزو للفيديو الرابع حنا جينا نضحكو خليو دابا القتيلة وكذا. الصدقه للمسلمين ها هي صحراويه هكا دايرين صحراوه هما راه بغاو المغرب بغاو مالك واش يمشيو يعيشوا في الخيام الله يهديكم واش يجيو صحاب الخيام يسيروهم الخيام اللي ما سيروا التاريوسهم بغاو غير ينهبوا عايشين في الخيرات عايشين مزيان نطالبوا ما هو احسن ننتقدوا المسؤول اللي ما خدمش مثلا رئيس ديال هذه الجهه ولا رئيس ديال هذه الجماعه ما خدمش ننتقدوه كذا باش نطوروا باش نزيدوا بلادنا لقدام هذا هو الحل ديال المغرب احرار وليس للسفهاء الاقوام. قلت لك احنا ما عندناش لا ولايه تندوف ولا ولايه العيون ولا محرره ولا مناطق حراره. احنا عندنا منطقه واحده اللي هي الاقاليم المغربيه ولله الحمد كلها تحت السيطره المغربيه وتحت السياده المغربيه ورانا قاعدين فيها تبارك الله ما شاء الله وعايشين بامن وامان ومغاربه ونحمل الجنسيه المغربيه وعقد ازدياد مغربي وباسبور مغربي ولله الحمد. واش بغيتوا عند هاد الناس؟ هما بغاو المغرب بغاو انهم يبقاو تحت السياده المغربيه عاجبهم الحال كدا. اش بغيتوا اش ضركم انتم؟ واش اي 10 د الناس مشاو هربوا لهذا وداروا الخيام غادي يجيونا نشتتوا دوله على حسابهم؟ واش نقسموا دوله على ود 10 د الناس مشاو دايرين الخيام؟ الله يهديكم ديروا عقلكم. وقرينا في مدارس مغربيه وعشنا بالتمغربي ديالنا ودمنا الى جيت تلوذوا يا الكرغولي غتجبروا الله يلا الكرغولي بيلا تحفة برافو عليك. اسمع اسمع اش قالت بالتمغربي ديالنا ودمنا الى جيت تلوذوا يا الكرغولي غتجبروا كامل مغربي صرف ملكي صرف الحمد لله. وكيف قال واحد الكرغولي قال عياشه نقول لك مولي رانا عياشه ونفتخر وحي الله ملك القضيه ديال كلمه عياشه راه هما اللي دخلوها باش يفرقوا بين المغاربه هذا باش يبان حتى اللي بغى الخير واللي ما بغاش الخير يعني هما اللي دخلوا هاد الكلمات باش يزرعوا الفتنه بين المغاربه عياشه
كنقول لك عاش الملك ديالنا الدوله ديالنا. وشوف راه 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 را اللي ما بغاش الخير للدوله ديالو ما فيهش خير. اللي ما بغاش الخير للمغرب يمشي يعطينا التيسع، داك راه ما فيه خير، هذاك ما تسناش منه شي حاجه زوينه. انت بلادك ما بغيتيلاش الخير، هذه هي القضيه. نعم داعسكم الحمد لله وباج مراتكم وداعسكم تحت كراعو الحمد لله وداعسكم ولي لا بالاخلاق راه ما داعسكم شي شين، داعسكم لا بكرم اخلاقه. وما تقدوا تقولوا شي هذا هو اللي محشمكم ورجعكم اللور وذا اللي مخلي مولانا معلي عليكم وما تنراقبتوا عليكم الحمد لله وديما من نجاح. تحيه للصحراوة، تحيه للصحراوة المغاربه اللي كيشرفونا، وتحيه لهم بزاف. يعني عارفين مصلحتهم فين كاينه، واش واحد من مالي يجي يحكم؟ الله يهديكم. راه دوك جامعين غير الناس النيجر والمال والله يطلقوهم يردوهم للمغرب تتنو دروينه. شتوما دابا بعقلكم، احنا مرتاحين تحت السياده ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وتحت رايه وحده حمراء ونجمه خضراء مرتاحين هكا. يعني كي غادي يقول كي ولا الاسعار ما تدخليش الاسعار وداك الشيء. السيد نتوما صوتوا عليه تحملوا مسؤوليه 5 سنين، اش ندير لك انا؟ اش كنا كنقولوا صوتوا على اللي غادي يخدم البلاد جالسين خليونا ساكتين. كاين اللي شد 4000 كاين، خليونا راه 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 را را الشعب عنده واحد الجزء من شويه ديال داك الشيء اللي وصل للمغرب. ولكن ما يعني الاسعار تزادت في العالم كامل، كاين واحد شويه الزياده في المغرب حنا كان من حقنا نحتجوا عليها وصافي وهي غاديه. احتج على اي حاجه ما عجبتكش، من حقك نتخد اي مسؤول رغم ان انت اللي صوتتي عليه انت اللي جبتي. اذا نصبر على 5 سنين. وصلنا اخر هذا الفيديو، بغيت الاراء ديالكم في الكومونتير. السلام عليكم. أفوز النامي وينو يمس الفرحة سنما أسمون الناغي راوي.